الاحباب نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه وعافيه جيده ان شاء الله. بصراحه هادشي اللي شفت في الفيديو اللي تشوفوه معايا دابا يعني هادشي بزاف وهادشي مخجل، لان المساله تتعلق بالمال العام وتتعلق كذلك يعني بالصحه ديال المواطنين. ما غاديش نطول عليكم، غادي نخليكم يعني تشوفوا معايا الفيديو هذا اللي تتكلم فيه السيد محمد سقراط اللي هو رئيس المجلس الوطني للمنظمه المغربيه لحمايه المال العام. ما نطولش عليكم اخوتي، سمعوا هاد الحقائق هذه. محمد سقراط رئيس المجلس الوطني للمنظمه المغربيه لحمايه المال العام، تنشكروا لجميع المنابر بدون استثناء على هذه المواكبه وعلى هذا الحس الوطني تتميزوا به، وهذا الشيء اللي بغينا في العائله ديال الاعلام والصحافه، انها بالفعل خصها تكون حتى هي اليه من اليات الترافع رفقه الجمعويين الحقوقيين من حماة المال العام. احنا اليوم كيف سبق السيد الرئيس الوطني ان يعني صرح لكم، هو انه اليوم بعد انتهاء اللجنة المكونة من اعضاء المنظمة المغربية، لانه نشتغل على هذا الملف ما يزيد سنة، حتى قمنا بعملية جمع يعني معطيات ووثائق وتقارير، ومن بين المرافقات الموجودة في المرافقات يعني الموجوده مع الشكايه تقرير ديال لي جي اف، تقرير ديال المفتشيه العامه للماليه المؤقت، ثم كذلك تقرير ديال اللجنه البرلمانيه ديال يعني اللي قامت بواحد المجهود جبار في اطار يعني العمل ديالها الدستوري اللي تيخولوا ليه القانون الداخلي ديال البرلمان فيما يخص التقصي، ثم كذلك تقارير داخليه ووثائق عندها حساسيه. حنا ما يمكنناش الساده الاعلام وسمحوا لنا نعطيكم بعض المعطيات، لانه كاينين وثائق ثاني من وزير الصحه، ثم كذلك كاينه مجموعه من الشركات ما يزيد عن 60 شركه. غادي نفتح القوس، هناك شركات ديال ريستوراسيون ما عندها علاقه بالمستلزمات الطبيه، هناك شركات اخرى تقوم بمهن اخرى ما عندها علاقه بالصحه، وهنا هناك شركات اخرى كذلك غير مسجله، كاينين شركات ترافو ديفير، شنو علاقتها بالمستلزمات الطبيه؟ شنو علاقتها بالصحه المواطنه؟ شنو علاقتها بوزاره الصحه؟ كاين هناك شركات اخرى، كاينه واحد الشركه الجيرون ديالها السن ديالو 22 سنه، ما عندوش اداره، ما عندوش موظفين، مخلص مديكلاري لا سينيسيس عند عامل واحد، تعطيه ما عندوش ريفيرونس، ما عندوش مراجع، ما عمره سبق له خدم، تعطيه صفقه تفاوضيه ب 157 مليون ديال الدرهم، يعني ارقام مهوله ما غندخلش في التفاصيل. ننتظر المؤسسات رئاسه النيابه العامه والنيابه العامه المختصه انها تحرك الدعوه العموميه في فتح بحث قضائي والاستماع لكل من ثبت تورطه. كنا يعني تنبغيو المغرب، يعني سواء المغاربه اللي في المغرب ولا المغاربه اللي في المهجر، تنحبوا البلاد ديالنا، تنحبوا الملك ديالنا كذلك، وتنبغيو ان البلاد ديالنا انها تطور، ولكن راه ما يمكنش تطور الا ما كانش يعني تحقيق ومحاربه يعني صادقه للفساد بجميع الانواع ديالو، باش تمشي البلاد ديالنا مزيان، باش نشوفوا مغرب اخر، مغرب ديال التحديات. نتلاقى معكم في فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.